الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، روى الإمام أحمد عليه رحمة الله عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل، وجاءت في بعض الروايات أنه عمران نفسه رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل وقد علق حلقة، والحلقة هي الحاجة المدورة ومكفولة زي الخاتم أو الغويشة أو غير ذلك، حلقة من صوف يعني من نحاس. الزول ده معلق هذه الحلقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال: ما هذه؟ يعني دي شنو المعلقة دي ومعلقة ليه؟ فقال: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب الذراع، يعني زي الرطوبة عندنا الآن نسميها الرطوبة، يسبب ضعف في الذراع، لأنه الواهنة من الوهن من الضعف، زي ما ربنا قال: حملته أمه وهنا على وهن. فالواهنة من الضعف، مرض يصيب الذراع، ممكن تسميه رطوبة، هو بخليك تاني ما تقدر تحرك يدك كويس، ولا تقدر تتناول، ولا تقدر تدي كويس. فالزول ده معلق هذه الحلقة لابسة في يده، لماذا؟ لإزالة هذا المرض اللي هو الواهنة. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أمروا بأمر، بعد ذاك حذروا ووروا خطورة هذه الأشياء التي تعلق. والكلام ده عام لكل الأمة، يعني أي ذول لابد يعرف هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انزعها. أول حاجة قال له: أمرقة أمرقة، انزعها. وشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له طلعها، قال له: انزعها. والنزع ما زي تطلع، مشكلة، لأنه النزع بيكون بشنو؟ بقوة. أسي ذول لما يقول لك أقلع أقلع، ما زي لما يقول لك طلع، مش كده؟ فليه النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه العبارة بالذات؟ ليدل على أن هذا الأمر أمر خطير، كونه أنت تكون معلق حلقة وخاتيها عشان تشفيك من مرض معين، ده موضوع بيخدش العقيدة والتوحيد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه العبارة القوية الشديدة، قال له: انزعها أمرقة. بعد ذاك وروا، قال له: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني شنو لا تزيدك إلا وهنا؟ يعني ما بتزيدك إلا ضعف. أنت مش معلقة عشان الضعف، عشان تزيل الضعف، هي ما بتزيدك إلا ضعف. ليه؟ لأنه طالما أنت تركت الاعتماد على الله عز وجل واعتمدت على هذه الحلقة في دفع هذا الضر، فأنت ضعيف ولا قوي؟ أنت ضعيف، ما عندك أي حاجة. عشان كده قال له: ما تزيدك أو ولا تزيدك إلا وهنا، أنه أنت ضعيف، أنت ما توكلت على الله عز وجل. عشان كده ربنا قال في سورة الزمر: قل أفرأيتم
ما تدعون من دون الله، هل بتدعون من دون الله تبارك وتعالى الآلهة الباطلة وبيخشوا فيها الجماعة اللي بينادوهم هسي الآن بيدخلوا في الآية دي بالمناسبة؟ ما يجيك صوفي يغشك يقول لك ديل بينزلوا فينا آيات المشركين، نحن ما نزلنا فيك الآية، أنت نزلت في الآية، أنت خشيت براك براك، أنت خشيت في الآية، يعني أنت شارب لك عرقي. أجي أقول لك شنو يعني؟ أجي أقول لك شنو؟ أقول لك إن الصفا والمروة من شعائر الله ولا كيف يعني؟ ما لازم أجي أنزل فيك الآيات، أوريك حكم الخمرة، أقول لك إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب إلى آخر، فما ممكن أنت تقع في الشرك وما داير ينزلوا فيك آيات المشركين، وفي نفس الوقت تحب إنه ينزلوا فيك آيات المؤمنين لما تجي تعمل أعمال بتاعت مؤمنين. فزي ما ربنا قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فربنا قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يدخل فيه البرعي يدخل فيه الصائم، ولا ديل ما دون الله؟ البرعي دون الله ولا ما دون الله؟ هو الدون شنو ذاته؟ في ناس ما فاهمين ذاته يعني شنو دون. دون يعني تحت، هسه نحن دون السقف ذا مش كده، لانه تحته ما فوق له. البرعي ده مع الله ولا فوق لله ولا تحت لله؟ ياتوا من الثلاث، تحت لله تبارك وتعالى، كل المخلوقات دون الله عز وجل، لانه الله قال وهو القاهر فوق عباده، والله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بل حتى الرسل والأنبياء دون الله عز وجل. يعني لو بتنادي النبي صلى الله عليه وسلم، لو بتدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، انت داخل في الآية دي. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، لاحظ، إن أرادني الله بضر، أي ضر؟ فقد مرض، فقد للأولاد، جوع، عطش، شفت كيف زول زنقك في قروش، أي ضر؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هن يعني اللي بتعبدوهم ديل الجماعة ذكرتهم لك بما فيهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين الحقيقيين، هل هن كاشفات ضره؟ ده ما سؤال. الجواب شنو؟ الجواب لا، ما يستطيع إنه يكشف الضر أبدا، لأنه اللي بيكشف الضر منه ربنا سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي لهذا الضر، إلا هو. ده أسلوب حصر، ما في أحد يكشف الضر إلا منه، إلا الله تبارك وتعالى. إذا ما في فائدة من دعاكم للضعاف ديل، ما في فائدة، بل هذا من الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر. أو أرادني برحمة، ربنا داير بي رحمة، أي نوع من أنواع الرحمة؟ الله داير يديك رزق، داير يديك قروش، داير يديك ولد، داير يديك زوجة، داير يديك أي حاجة، أي رحمة من رحمات الله عز وجل. هل هن ممسكات رحمته؟ يستطيع يثبت الرحمة بتاعت الله تبارك وتعالى الجاية؟ ما يقدروا بالله. شوف الآية دي واسمع كلام محمد عثمان البرهاني. محمد عثمان البرهاني قال ورحمة من في الكون من بعد رحمتي، أو قال من بعض رحمتي، والاثنين كفر. قال جبريل إسرافوا عزراو، ها هم ميكالو، هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي. الملائكة ديل قال أنا الأمير بتاعهم، تحت تعليماتي أنا أديهم توجيهات يتحركوا طوالي كويس، هم تحت إمرتي. قال وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون، كل الرحمة في الكون، قال من بعض رحمتي، جزء من رحمتي أنا. مجرم ده محمد عثمان البرهاني هنا في السوق الشعبي، تشوف المسجد بتاعهم تقول النازل عندهم موضوع كويس. فربنا قال هل هن ممسكات رحمتي؟ الجواب لا. شكيد ربنا قال قل حسبي الله،
ما معنى حسبي الله؟ يعني كافيني؟ المامو كفيه والله يرفع يده. البليد الاهبل اللي بيجي ينادي بجايده يا شتي مريم ليه الان سروال واسخال؟ ليه الان؟ ونحن لنا سنه بنتحداه انه ستي مريم تدي سروال جديد، ما شفتوا؟ ليه الان سروال واسخال؟ بتديك سروال 200 يا شتي مريم، يا اخ سروال انت ما عندك، تنادي ستي مريم فوق كم؟ ها وكمان مره؟ تنادي لك مره؟ عرفتها؟ فربنا قال قل حسبي الله. الصوفي البليد ده نسأله سؤال، الله مكفيك ولا ما مكفيك؟ لو قال ما مكفيني يكون كافر برا الإسلام، عرفتها؟ لو قال الله مكفيني، طيب انت داير من ست مريم شنو؟ وداير من المكاشف شنو؟ وداير من البرع شنو؟ مش الله مكفيك؟ انت داني داير شنو؟ بس ده سؤال لأي صوفي، الله مكفيكم ولا لا يا صوفية؟ لو قلت لك كفرت برا طوالي، لو قلت مكفينا طيب الشيوخ دايرين منهم شنو؟ خلوهم ادعي شيخ طلعوا ادعوا برا يا اخي من قلبك داير بيه شنو؟ شكد الله قال قل حسبي الله اليس الله بكاف عباده؟ الجواب بلى، الله عز وجل كاف عباده. ربنا ما محوجنا للخلق ابدا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني زول المؤمن اللي ربنا مكفيه هو اللي بيفوض اموره الى الله عز وجل. نرجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له فانها لا تزيدك الا وهنا، ودخل مع ديل في حكم الحلقه الحاجات اللي بيعلقوها الليله، تلقى زول معلق قرون بتاعت غزال ولا قرنتور، قرن غزال ولا قرن تور، تلقاه معلقه في العربية ولا في البيت. هل دي زينة؟ ما زينة. في قرن بيعلقوا زينة؟ لا أبدا. عنده عقيدة في هذه القرون. والمكشاشة تلقى حافلة فيها مقاشيش ورا وقدام، شنو يا ناس؟ في مكشاشة بيخدوها هنا، المكشاشة دي أمشي يا أخ وديها للنسوان في البيت خليهم يكنسوا، تلقى معلق مقاشيش فوق، عنده عقيدة في المقاشيش. والوادع بتاع البحر، الصدف بتاع البحر تلقاه معلقينه تحت كويس، جزمته شفع، جزمه بتاعت شافع مصنوعه في الصين ميد ان تشاينا، يعتقدوا فيها. لا اله الا الله، والصينيين صنعوا جزمه ما بيعتقدوا فيها، في الجزمه الصنعاء ذاته تجي انت تركبها وتعتقد انها تزيح منك ناس المرور، تلقى يومي قاطع يصال بقرونه الفوق دي، قرين بقر فوق ويومي قاطع له ويصال. انت معناتها شغلتك دي ما نافعه اصلا، وممكن الحافله تنقلب، عرفتها؟ والناس اللي بيعلقوا الكمون، كمون ما بيعلقوا يا ناس، بيشربوا سفوا في بطنك ده، سف ان شاء الله تسف شوال كامل، والله ما نسألك، لكن تعلقوا ما بنخليك، ما تعلق الكمون لانه ما بينفع ولا بيضر، بل حتى المصحف ما تعلق المصحف، في ناس يعلقوا المصاحف او ياخذ المصحف في طبلون العربيه يقول لك المصحف ده بيحمي العربية، يا زول ممكن تلقى دفار شاحن مصاحف ينقلب ولا ما بينقلب؟ ولا ما بينقلب؟ ينقلب عادي والله، بل مصاحف شاحن مصاحف ممكن ينقلب. فالمصحف في ذاته كده ما بيحفظك، إنما هو شفاء لما في الصدور، أنت تقراه عرفته وتتحصن به بكتاب الله عز وجل، وتقرا الايات اللي فيها تحصين الجات في السنه، ايه الكرسي، المعوذتين، الفاتحه، كده ما في مشكله، ربنا بيحفظك بكتابه وباياته. لكن تخدت ساي كده كل ده ما بيحفظ. الحلقات اللي بيعلقوها الناس، حلقه من نحاس، حلقه من حديد، يقول لك بزيح الرطوبه، كل ده منافي للتوحيد، منافي للتوحيد. فكده النبي صلى الله عليه وسلم قال له فانها لا تزيدك الا وهنا، وإن مت وهي عليك، لو مت كده على الكلام ده ما أفلحت أبدا، يعني يوم القيامة، لأنك مت على الشرك بالله تبارك وتعالى، علقت أي حاجة، اعتقدت في الحاجة دي النفع والضر، إما دفع المضار، إما جلب النفع كويس، إما رفع البلاء، إما دفع البلاء، كل هذه العقائد اعتقدتها في أي حاجة علقتها ومت على كده، أنت مت مشرك، والمشرك جزاؤه نار جهنم خالدا فيها مخلدا.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه رسالة أردنا أن نوصلها للناس، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. قدم الشيخ نبيل.